هو كان لازم احكي لكم الكواليس اللي حصلت عشان تعرفوا قد ايه ان النهارده الحاجه دي معموله بحب، معموله بنيه، معموله باخلاص. يا اختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، ان الحجاب فريضه من ربنا المنان. انا سمعنا اختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب، النار مثوى الظالمين لهم عقاب، والله يكشف ظلمهم يوم الحساب، والجنة المأوى ويا حسن المآب. يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله، لعل الله يرحمني. مش عايزه اطول عليكم، هنتكلم تاني ونقول ونعيش، ويلا نشوف بقى الفقرات الحلوه.